اليوم في صباح البلد، الكرة المصرية على صفيح ساخن، والسبب قرار الزمالك. $2 مليار حجم التمويلات الميسرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية. كيف تختار دراستك بما يتناسب مع سوق العمل؟ الحكومة استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالي. مجلس الوزراء الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. التأمين الصحي الشامل يمتد لمحافظتي السويس وأسوان. منع تحرك أي مركبات في النيل بدون توافر كل اشتراطات السلام. ومصر تحتفل باليوم الدولي للمرأة العاملة بالسلك الدبلوماسي. صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناتكم صدى البلد. صباح الفل يا نهاد. صباح الفل يا رشا. صباح الفل يا عبيد. صباح الفل. أجزت يوم يوم. صباح الفل يا عبيد. كنت فين يا هانم؟ صباح الخير. كنت فين يا هانم؟ يعني واحد ريحت يوم امبارح. غياب. ها غياب. يلا. ايوه ايوه حصل. لازم تفضحوني على لازم. ايوه. صباح الفل يا عبيد. صباح الفل عليكم. اشتقنا لك. اشتقنا لك والله. انا اشتقت لكم. وكل وفي كنترول عاوزين يعرفوا انت كنت فين مبدئيا. هقول لكم بعدين في الفاصل. هقول لكم في الفاصل. امبارح يا جماعه. صباح القشطه حبيبتي. امبارح يا جماعة مفيش حد بيتكلم في مصر غير على موضوع كرة. ماتش الزمالك والأهلي. أنا ليه قلت الزمالك الأول؟ لابس أبيض والتفاؤل. بس أنا عارفة من امبارح يعني من قبل ما أنام وأنا عارفة القرار. طبعا عايزه اقول لك يعني الشارع كله بيتكلم على الموضوع ده لانه منقسم لاثنين. صح، منقسم لاثنين لان احنا كنا مستنيين المباراه دي النهارده ما بين اهلاويه وزملكاويه. لكن الشارع بقى ايه، مش عايزه اقول يعني الحديث في مصر كله بيتكلم على وهم على صفيح ساخن، في حاله فوران كده. في ناس مؤيده وفي ناس معارضه القرار اللي اتخذوا الزمالك. في ناس بتشوف انه تمسك الزمالك بانه انه ما يخدش اللقاء بتاع الاهلي اللي كان مفروض يتلعب النهارده ده مش صح. يعني بيقول لك ازاي يعني، وان الزمالك كان لازم يخوض اللقاء. في ناس تانية بقى شايفه ان قرار الزمالك في محله، وان القرار ده هو هيكون السبب انه مسار الكره المصريه يتعدل. طب انتوا رايكم ايه، مؤيدين ولا معارضين؟ والله يعني بصي انت الزمالك اهو على الهواء، لكن خليني اقول لك انا مش هتكلم بقى من ناحيه اهلي وزمالك رغم اني ليا رايي ورايي القوي جدا ممكن يزعل الناس مني. بس انا مش هتكلم عنيفة. فيه انا يعني انا هخليني يعني واقعيه اكتر واقول لك ان انا فعلا مستغربه هو ازاي الدوري بيستمر لحد دلوقتي في الاجواء الحاره دي. الجو حر جدا على وجود دوري. يعني احنا بنشوف طبعا معظم دوريات في جميع دول العالم انتهت، ودلوقتي فتره الراحه بدات يعني استعدادات الموسم الجديد. اعتقد ان المنظومه الكرويه في مصر محتاجه يعني اعاده تاهيل، اعاده تنظيم من اول وجديد كده عشان يعني نحس ان احنا نحط وضع للي بيحصل عشان نشوف مسابقه قويه ويستعد
الدوري المصري يعني بريقه مره تانية. احنا بنتبهدل يا جماعه. هو ده اللي انا بتمنى. انتوا عارفين انا مش كرويه قوي، انا اهلاويه بالفطره، ولكن خليني اقول لكم انه البعض شايف ان قرار الزمالك ده اشمعنى جه دلوقتي، وفي ناس ربطاه بمباراه المصري وهزيمته اللي خلته بعيد عن المنافسه، وان هي دي السبب اساسا. مشاكل تحكيميه في الاغلب. يعني هي بالزبط. كانت مشاكل تحكيميه في مباراه المصري. مش عارفه بقى حته انه هيكون قراره تعديل في المسار الكره دي، مش لا مش حاسه. بصي يعني انا يعني حاسه ان نفسي اشوف منافسه قويه بين عدد من الفرق القويه زي ما بنشوف في الدوريات الاوروبيه والعربيه من غير مشاكل. المشاكل موجوده، يعني شوفي انا من رايي لما المشكله بتكبر قوي لازم يبقى في موقف. انا بكلمش على موقف الزمالك، انا بتكلم لازم يبقى في موقف، لازم يبقى في وقفه عشان اي مشكله بالوقفه دي نصلح. انا كنت لسه هقول لسه انا كده عارفه. انا بكلمش مين وانت يا رشا مع قرار الزمالك. لا لا انا مش مع قرار الزمالك، بس انا عايزه اقول لك الاهلي كانت عنده مشاكل تحكيميه، السيراميكا كيلوباترا كانت عنده مشاكل تحكيميه، الزمالك كانت عنده مشاكل تحكيميه. ومستنى نشوف مسابقه من غير مشاكل، بس شايفه ان القرار ده صحيح في محله. بصي تناقشي بقى مع الناس المتخصصة. وفقرة الرياضة النهاردة هيكون النهاردة فقرتنا في الرياضة هنتكلم في الموضوع ده. بس أنا شايفة أنه بشكل عام المنظومة الكروية محتاجة وقفة، المنظومة الكروية بشكل عام بشكل عام محتاجة وقفة. وتقالي الكلام ده كانش ليه لازمة، كنا نكمل الدوري على خير. يعني كان هيحصل ايه لو كنا لعبنا الماتش النهاردة؟ ده انت يا بنتي عندك مؤجلات قد كده، عندك مؤجلات سواء بقى للأهلي او للزمالك، ما في مؤجلات اساسا. يعني انت الموضوع. وبعدين انت قلتي نقطة في غاية الأهمية نهاد، هو ده جو يتلعب فيه؟ لا هو لا. جو بصراحه يعني يا جماعه هو ده جو يتلعب فيه؟ ده جو صعب جدا ودنيا حر. وبعدين يعني بقول لك ايه بقى، كويس بقى ان الاستاد مش هيولع النهارده النور، خليهم بقى عشان ما يتقطعش علينا احنا. يعني انا بنام اعيط يا جماعه طول الليل. يعني تخفيف احمال، في تخفيف احمال. لا مش هيبقى، ما هو مش هيخفف احمال على الاستاد وقت الماتش. انا بس عايز اعرف ايه علاقه تخفيف الاحمال بقطع الميه؟ ليه وقت ما بتخففوا الاحمال الميه بتتقطع؟ انت عندك موتور؟ انا عارفه بقى. ما انتوا بادئين الانترو مشاكل، تيجوا نبدا الحلقه؟ تعالوا صباح الفل. امبارح اعلنت وزاره التعاون الدولي ان مصر حشدت تمويلات ميسره تقريبا ب 2 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدوليه، وده لدعم الموازنه العامه. ايضا مش بس دعم الموازنه العامه وتحفيز سياسات الاصلاح الهيكلي، وده هيخلي في تعزيز لتمكين القطاع الخاص في البلاد. الخبر ده مهم جدا وبالتاكيد محتاج شرح اكتر. معانا على الهاتف الدكتور علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصريه. دكتور علي صباح الخير. دكتور علي، يعني عايزه افهم من حضرتك، تمويلات ميسره ده الخبر بيقول كده، ان تمويلات ميسره لدعم الموازنه العامه، مظبوط يا فندم، وتحفيز سياسات الاصلاح الهيكلي، ده ايه دخله بالقطاع الخاص؟ طبعا ده مردود كبير جدا على القطاع الخاص، وخصوصا من الدوله المتجهه لانها توطن الصناعه الحقيقيه، وخصوصا الصناعات الحديثه اللي بتخدم على الصناعات الكبيره. وطبعا التمويلات فيما يخص عندنا منح، وعندنا تمويلات من الاتحاد الاوروبي اللي هو يعتبر اكبر شريك لمصر باجمالي الاقتراض خلال العام، بلغت حوالي 12.3 مليار دولار. طبعا ده لان الاتحاد الاوروبي بيحتل المرتبه الثانيه من حيث راس المال. 12 معلش يا دكتور علي، 12 مليار؟ 12.3 من 10 مليار. طيب احنا اخذنا منهم قد ايه؟ لان الخبر بيقول لي 2 مليار، ولا هم على دفعات؟ لا يا فندم، هم على دفعات الاتحاد الاوروبي عاملهم حزم مساعدات ماليه، مثلا على سبيل المثال 4.7 مليار يورو خلال الفتره من 2024 ل 2027، وطبعا وبتشمل مليار يورو كمساعدات ماليه و600 مليار يورو في شكل منح، وعندنا 1.8 مليار يورو كاستثمارات اضافيه، وعندنا 5 مليار يورو كقروض ميسره. واللي بيميز ده المؤتمر اللي هيكون في اخر الشهر اللي هو خاص بالقطاع الخاص المصري لعرض الفرص الاستثماريه اللي بتتيح
قطاعات حيويه، وطبعا منها الادويه والمواد الفعاله والادويه البيولوجيه والاجهزه الطبيه والزراعات الحديثه واساليب الري الحديثه. طيب دكتور علي، برضو عايزه اسال حضرتك، يعني هل هناك ربط ما بين يعني التمويلات الميسرة دي، واحنا يوم السبت الجاي واعتقد ان رئيس الوزراء بقاله يومين في اجتماعات للتحضير للمؤتمر الهام الاستثماري الهام اللي هيعقد في القاهرة مع الاتحاد الاوروبي، هل هناك ربط بين هذه التمويلات الميسرة وما بين هذا المؤتمر؟ طبعا يا فندم، اي استثمار موجود في مصر طبعا بيكون له رواج كبير جدا، وخصوصا ان المؤتمر ده هيكون حديث ليه قطاع خاص لنهوض بالصناعه واستحداث التكنولوجيا الحديثه ونقلها وتوطينها داخل جمهوريه مصر العربيه. القروض الميسره دي بتدي انطباع كبير للقطاع الخاص ان في الدول وخصوصا الشريك الكبير جدا واللي هو بعد الصين، زي بنقول على الصين ان هي تنين، وان الشوك الاوروبي ده اتحاد كبير جدا وبينقل صناعات كبيره وفي بعض الماركات الكبيره، فلابد من استثمار حقيقي يبقى موجود على الارض ويكون في قروض ميسره للقطاع الخاص اللي هيقدر انه يشارك ويكون شريك في عمليه نقل التكنولوجيا واستخدامه للبنيه التحتيه اللي هي موجوده في مصر اللي قدرت تستثمرها خلال الثمان سنوات اللي فاتت. طيب دكتور علي، معلش يعني عايزه اسال حضرتك سؤال، ان هناك احاديث الان عن جذب الهوت ماني او الاموال الساخنه، يعني وضخ هذه الاموال في الاستثمار في مصر، لو تحدثنا اكتر عن الاموال الساخنه، هل هي ايضا من الاتحاد الاوروبي ولا من مصادر مختلفه؟ طبعا يا فندم، مصر دوله كبيره وعندها استثمار حقيقي وعندها مبادر مبادرات قويه، وكانت المبادرات دي طبعا يترأسها اكبر راس في الدوله وهي مؤسسه الرئاسه وعلى راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء. فالمبادرات القويه دي اللي زي الرخصه الذهبيه وزي مبادره ابدا وزي مبادره مصنع جاز ومبادره انك تقدر اعفاءات لمده 5 سنوات من الضريبه وقد تمتد ل5 سنوات اخرى، دي بتدي عامل كبير جدا للاموال الساخنه اللي خرجت في الفتره اللي فاتت انها تكون مبادره موجوده من الدوله تقدر انها ترجع الاموال الساخنه، والاموال الساخنه دي مش من الاتحاد الاوروبي بس، من جميع مستثمري الدول اللي شاركت في الاستثمار الحقيقي والنهوض بالصناعه في الفتره القليله. طيب دكتور علي، حضرتك بتقول الاموال الساخنه اللي خرجت في فتره ما، ودي خلينا واضحين انها عملت هزه بعض الشيء في الاقتصاد نتيجه انه لما الاموال دي خرجت ابتدى بقى نقص الدولار وما تبعها من تداعيات. هل يعني الاموال الساخنه برجوعها مره ثانيه، يعني الضمانه ان ما يحصلش كده تاني زي ما حصل قبل كده؟ يا فندم، عندنا اللي قبل كده مصر كانت بتبني بنيه تحتيه موجوده، فكان استثمارها في البنيه التحتيه ده اهم شيء عشان تقدر تعيب كل المشاكل وفي نفس الوقت كمان. لا يا فندم، انا ما اقصدش ده، انا اقصد خروج الاموال الساخنه مره اخرى. ما انا بقول لسيادتك يا فندم، بعض السياسات اللي خدها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف والاتفاقيات اللي تمت ما بين البنك المركزي وما بين البنك الدولي وخصوصا في سعر الصرف ده بيدي طمأنينة كبيرة جدا. وعايز اقول لحضرتك حاجة، راس المال دايما جبان، لكن لما يكون في عندنا راس المال ومستثمر كبير جدا يجي يستثمر في راس الحكمة، ده بيدي انطباع للسوق المصري انه سوق واحد وفي عنده استقرار سياسي واستقرار امني، وده اهم شيء بالنسبة لاي مستثمر، يكون في استقرار امني واستقرار سياسي ويكون في عنده بنية تحتية ويكون في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والدولة متجهة لده بقوة. طيب معلش دكتور علي، برضو سؤال تاني، الهوت ماني في الفترة السابقة كان يعني زي ما بنقول، انت حضرتك قلت البنك المركزي كان في البنك المركزي، هل الهوت ماني في الفترة دي او مع بداية دخوله مرة اخرى هيبقى بنوك ولا هيبقى استثمار على الارض؟ طبعا استثمار على الارض ده اللي الدوله بتهتم بيه بشكل كبير طبعاً جدا طبعاً، لانه ده اللي بينهض والبنيه الاساسيه اللي موجوده اللي تقدر تتجهز عليها الدوله وخصوصا القيمه المضافه للدوله. ولكن ما عندناش مانع ان يكون ده استثمار من كل الجهات، استثمار بنوك او استثمار مستثمرين حقيقيه وتوطين صناعه ونقل
تكنولوجيا حديثه داخل الدوله، لفرص للشباب تكون فرصه، لان انا بالنسبه لي لما بوطن صناعه في الداخل ده بدي فرصه للشباب اللي موجود داخل الدوله، لكن لما بستورد شيء من الخارج ده بدي فرصه لابناء هذه الدوله اللي بستورد منها. طيب معلش يعني برضو صلح لي لو انا غلطانه، الهوت ماني لما استخدمه في استثمارات على الارض خروجه هيبقى اصعب من خروجه لو هو في البنوك. بص يا فندم، هي المعادله دايما معادله كامله من جميع الاطراف، يعني حضرتك في استثمارات في بعض الشركات الكبيره متعدده الجنسيات تستثمر فلوسها خلال بنوك من خلال تمويل من خلال قروض، وفي نفس الوقت كمان في ناس في مستثمرين اجانب من شركات متعدده الجنسيات انه بيستثمر فلوسه على الارض، ان هو بيبقى شريك وفي نفس الوقت بيستغل المبادرات القويه وبيستغل المنح اللي بتمنحها الدوله عشان يكون في عنده استثمار حقيقي ونقل مكان ونقل التكنولوجيا، وخصوصا ان مصر بتستغل الاستغلال ده الاستغلال الامثل، لانها متجهه بقوه في استثمارها في البنيه التحتيه، وخصوصا ان في عندنا غلاء في ورفع اسعار للطاقه في الاتحاد الاوروبي بشكل خاص او في العالم نتيجه للصراعات اللي هي موجوده، وخصوصا اللي موجوده عشان حرب غزه والبحر الاحمر الموجود، فبيكون في تكلفه كبيره جدا للنقل البضائع ونقل المهمات، فده يدي مصر مركز استراتيجي انها قلب افريقيا تقدر تشتغل من خلال هذه الاسواق المفتوحه نعم. والكبيره جدا. دكتور علي سليم عضو اتحاد الصناعات المصريه، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، واعتقد انه احنا هنشاهد ان شاء الله ونتابع المؤتمر الاستثماري مع الاتحاد الاوروبي اللي هينطلق يوم السبت القادم باذن الله في القاهره، لانه مؤتمر في غايه الاهميه، نتكلم على اقتصاد، بنتكلم على استثمار وما احوجنا اليه في هذه الفتره. اكيد يا رشا. طيب خلينا بقى ننتقل النهارده في يعني امتحان الثانويه العامه. النهارده الحقيقه طلابنا في الثانويه العامه هيأدوا تاني امتحانات المواد الاساسيه في جدول الامتحانات، وهو امتحان اللغه الاجنبيه الثانيه اللي هو بقى على حسب كل واحد واختياره، اللي واخد انجليزي، فرنساوي، الماني، ايطالي، اسباني، صيني. اكيد نتمنى طبعا ليهم كلهم كل التوفيق، وباذن الله الامتحان يكون في متناول الجميع، يعني كل الناس تقدر ان هي تحله. وزاره التربيه والتعليم قالت ان اسئله الامتحان بنفس مواصفات العام الماضي دون اي تغيير، وتم سحب الاسئله من بنوك الاسئله، وتابعت كمان ان غرفه العمليات المركزيه بالوزاره قبل بدء الامتحان وصول صناديق الاسئله لجميع اللجان من خلال التواصل مع جميع مديري المديريات التعليميه المتواجدين بغرف العمليات المحليه، وكمان اكدوا ان في تواجد لوزاره الداخليه لتامين مقر لجان السير بجميع المحافظات. طيب تعالوا بقى كده نروح لزميلتنا ندى باهي من احدى اللجان اللي هتقول لنا كده الموقف حاليا ايه واخبار الطلبه ايه، مستعدين لامتحان اللغه الثانيه ولا لا؟ صباح الخير عليك. صباح الخير على زملائي في الاستوديو، صباح الخير على الساده المشاهدين مشاهدين صباح البلد. طبعا كلنا عارفين ان ماراثون امتحانات الثانويه العامه 2024 بدا من يوم السبت، والنهارده تاني ايام الامتحانات وهي ماده اللغه الاجنبيه الثانيه. احنا النهارده موجودين في مدرسه الاورمان الاعداديه بنين في منطقه الدقي محافظه الجيزه. الحقيقه احنا متواجدين النهارده من بدري عشان نشوف الاجواء والتحضيرات والاجراءات، كمان الطلاب متواجدين من قبل فتح ابواب المدارس بساعه تقريبا عشان يكونوا جاهزين لدخول الامتحانات، ومعاهم الكتب والاوراق والملازم، بيراجعوا مع بعض طول الوقت. في قلق، في خوف، في توتر، لكن ممكن نقول ان حاله القلق والتوتر اقل شويه عن اول يوم، ولكن مازال اولياء الامور متواجدين مع الطلاب، وفي منهم طبعا اللي هيكون متواجد اثناء فتره الامتحان لحد ما الامتحان يخلص عشان يكونوا مطمنين اكتر على اولادهم. مادة النهاردة هي المادة الثانية المضافة للمجموع، وهي مادة اللغة الأجنبية الثانية. مدة الامتحان هتكون ساعتين من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا. عدد أسئلة الامتحان هيكون 39 سؤال، منهم 29 سؤال موضوعي وسؤالين فقط مقالي. كمان عايزة أقول لكم إن وزارة التربية والتعليم وجهت بعض التعليمات للطلاب، منها حظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية والالتزام بالوقت المحدد لحل الأسئلة وكتابة البيانات بشكل صحيح. كمان وجهت تعليمات للمراقبين والرؤساء
اللجان ومن الالتزام بالإجراءات لضمان سلامة سير الامتحان، أيضا التعامل بحزم مع أي حالات غش وتحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب. دي كانت جولتنا النهاردة في تاني أيام الامتحانات لمادة اللغة الأجنبية الثانية من أمام مدرسة الأرمان الإعدادية بنين في منطقة الدقي محافظة الجيزة، وعودة مرة أخرى للاستوديو. شكرا لزميلتنا ندى اللي كانت يعني قالت لنا كده سريعا الأجواء اللي أمام إحدى اللجان. طيب تعالوا بقى دلوقتي نروح لمكالمة هاتفية مع أستاذ رفعت فياض الخبير التربوي ومدير تحرير جريدة الأخبار اليوم. صباح الخير يا أستاذ رفعت وصباح الورد عليك. صباح الفل يا استاذ رفعت. استاذ رفعت، عاوزين نعرف كده مدى يعني المعلومات اللي عند حضرتك بخصوص اللغه الاجنبيه الثانيه اللي هي المضافه للمجموع، اللي هي يعني بنقول انجليزي، فرنساوي، الماني، ايطالي، اسباني، صيني، ست لغات النهارده. اخبار وضع الامتحان ايه؟ الاسئله ايه؟ مدى صعوبتها ايه؟ لا، هو الاول بالنسبه للغه الانجليزيه ده اجباري على الجميع، لكن اللغه الثانيه اللي بيقصدها الطالب ممكن ياخد فرنساوي او الماني او اسباني. يعني النهارده ما فيش انجليزي. وبالتالي التوقع ان شاء الله، انا اتمنى ان يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، لكن انا بقول للطلبه واولياء الامور يعني لا تقلقوا من عملية الامتحان، حتى إذا جاء سؤال صعب أو سؤالين، دي مواصفات ورقة امتحانية لابد أن أنا يكون فيها أسئلة تميز الطالب المتميز جدا والأقل تميزا. لكن إذا كثرت عدد الأسئلة، إذا كثر عدد الأسئلة الصعبة من خلال لجنة التقييم اللي هتتم بعد كده، من خلال النماذج للإجابة اللي هتتاخد بعد انتهاء اليوم الامتحان، هي تحدد اذا كان هذه الاسئله صعبه لدرجه ان انا اعيد ترتيب او اعاده تحديد الدرجات اللي عليها اقللها ولا لا. فدي نتركها للجان المختصه، وانصح اولياء الامور والطلبه بالتحديد، ابنائي طلاب الثانويه العامه، انت متخلص الامتحان انسى تماما اللي تم وركز فيه اليوم التالي مباشره عشان ما تصابش بالتوتر، لان هناك قد يحدث اختلاف في وجهات النظر في تقييم اجابه معينه ما بين اللي انت عملته ده صح او اللي انت عملته ده غلط، فهنا هيحدث نوع من الارتباك للطالب يؤثر. دي نصايح حضرتك للطلبه. طب عاوزه اعرف كده من حضرتك بخصوص الشكاوي الكتير اللي جت من امتحان اللغه العربيه، تم التعامل معاها ازاي؟ ما برضو الطلبه بتفضل تفكر، طب ما انا العربي جالي صعب، طب ما اللغه الثانيه مثلا النهارده الله اعلم هنعرف اذا كانت صعبه او لا، وهنعرف اراء الطلبه ايه في الامتحان بعد ما يخلصوا الامتحان ان شاء الله. بيخافوا ان لو ده مستوى الامتحان يا استاذ رفعت ان ده بقى هيبقى مستوى الامتحانات كلها بنفس الصعوبه. لا، فور انتهاء امتحان ماده اللغه العربيه شكلت وزاره التربيه والتعليم كالعاده وده المعتاد في كل المواد لجنه وبتاخد نماذج من الاسئله من عشرات كراسات الاجابه وتشوف مستوى الاجابه على هذه الاسئله. وبالتالي بناء على تقرير هذه اللجنه يبدا يتخذ القرار هل الاسئله اللي كانت صعبه دي انا اقلل من درجاتها ولا لا، انما التقرير لم يصدر حتى الان. بالنسبه لعمليه السهوله والصعوبه دي، بنك اسئله يا استاذ نهاد لاول مره يطبق السنه دي، يعني مش انا مكلف مستشار اللغه العربيه او مستشار ماده اللغه الانجليزيه ان يحط الامتحان كما كان يحدث قبل ذلك، لكن المره دي البنك اسئله فيه الاف الاسئله في الماده الواحده، وبالتالي بيتم الاختيار بشكل معين على اساس ان نسبه الاسئله لتقيس قدره الطالب المتميز او تميز ما بين الطالب الاكثر تميزا والاقل. الاسئله بتبقى في حدود 10% في مواصفات الورقه الامتحانيه للطالب المتميز. الطالب المتوسط هنا ممكن ما يقدرش يجاوب
على ال 10% دي، فيعتقد ان دي اسئله صعبه. احنا نتمنى ان هم يكونوا 10% بس يا استاذ رفعت، لان اللي حصل في اللغه العربيه او راي الطلبه في الامتحان بعد ما خرجوا ما كانش مجرد 10%. فنتمنى يعني ستقاس 10% بنسبه مئويه دقيقه يحسب المصدر، لكن انا اقصد هنا ايه الطالب المتوسط الذي لم يستطع الاجابه على اسئله الطلبه المتميزين هنا يبدا يقول ان لا ده الاسئله جت صعبه او الامتحان جا صعب. ومره ثانيه حضرتك انا بكررها، لو الامتحان كل الطلبه داخلين على اساس بالتعبير الدارجي يقفلوه، يعني عشان علامه الماده كويسه والامتحان كويس، ان قفل المادة ده خطر كبير جدا وخطأ في مواصفات الورقة الامتحانية. يعني لابد يكون في فرق ما بين ان انا افرق بين الطالب متميز وغير متميز، والا لو كانت كل المواد سهلة وكل الطلبة جاوبوا وكل الطلبة خدوا 100% هتبقى كارثة تعليمية، لا يستطيع اي حد ان يوزع الطلاب دول بعد كده على الكليات المختلفة. يعني بنتمنى النجاح لكل الطلاب. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي رفعت فياض الخبير التربوي مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أكيد بنتمنى النجاح لكل الطلبة والطالبات. يعني لسه ما نخش على التقيل بعد الأجواء كده صعبة اليومين صعب. دول فالحر الله يعينهم مع الحر وقطع الكهرباء ده، ربنا معاهم يعدي عليه. طيب تعالين نروح ليه نشوف حالة الطقس، ومن بعد حالة الطقس على طول هنروح لموجز أخبار صباح البلد مع رشا مجد. مشاهدي الكرام احييكم والى موجز اخبار صباح البلد. يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي عقد جلساته العامة اليوم لمناقشة تعديلات بعض احكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من النقل والمواصلات والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بالاتفاق مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي. يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وحددت وزارة التربية والتعليم مواصفات الامتحان وعدد الأسئلة التي تبلغ 31 سؤالا، منها 29 سؤال اختياري وسؤالان مقاليا، مشددة على توزيع أوراق الأسئلة مع فتح اللجان دون تأخير. تسير مصر للطيران اليوم 26 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج. يأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارات الداخلية والكهرباء والطيران المدني وتضامن الجيزة والغربية والدقهلية وقرعة المنوفية والدقهلية وحجاج الترانزيت. شركة سرايا العالمية تدشن اليوم أولى مشروعاتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأوكا هيروشي سفير اليابان لدى القاهرة وعدد من مسؤولي شركة سرايا العالمية. أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن مشروع شركة سرايا العالمية مجمع صناعي يضم 4 مصانع في مجال أدوات النظافة العامة، سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير، مشيرا إلى أن المجمع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط.
مصدر رفيع المستوى يعلن تنسيق مصر مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح. أشار المصدر إلى أنه تم التنسيق لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مجددا رفض مصر لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي. أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي لهاليفي أن تفكيك كتيبة حركة حماس في رفح على الانتهاء بعد أسابيع من القتال في غزة. وأضاف هاليفي أن هزيمتها لا تعني أنه لم يعد يوجد مقاتلين لدى الحركة، لكنها ستصبح غير قادرة على العمل كوحدة قتالية. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن ينهي الحرب دون إعادة جميع المحتجزين. نهاية الموجز إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا فقرات كتيرة، انتظرونا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم، واصبحنا في عز موسم امتحانات الثانويه العامه، واللي بالتاكيد عامل رعب. البيوت كلها فيها حاله رعب، جميع بيحلم بالمجموع الكبير اللي هيدخله كليات القمه. ايوه لسه عندنا المفهوم ده، بس اسمحوا لنا نقول لكم ان كل ده وهم، وان سوق العمل دلوقتي اتغير تماما، وده اللي اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال اننا لازم نركز على الكليات والمعاهد اللي بتتناسب مع سوق العمل. عشان كده احنا معانا دكتور احمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجيا، هيقول لنا عن الكليات المناسبة اللي هتفتح لك باب سوق من غير مجهود، مش بس في مصر، لا ده كمان في الدول اللي بيسعى البعض دلوقتي للهجرة ليها بطرق شرعية وغير شرعية. صباح الفل يا دكتور أحمد. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. بما اننا في موسم الامتحانات يا دكتور، لسه الآباء بيفكروا بعقلية كليات القمة، تقول لهم ايه؟ يعني طبعا احنا بس بنطالب اهالينا يعني واولادنا ان هم يستقرئوا الواقع. احنا دلوقتي شايفين حالات كثيره جدا، المجتمع هم شايفين في اشغالهم، لو ناس بتطلع معاش وبيطلبوا الناس بدلهم، ايه الوظائف المطلوبه دائما؟ ايه اللي صاحب العمل بيطلب في قطاع خاص او حتى في القطاعات الحكوميه، النقص فين؟ دايما بنلاقي نقص في مجالات، ودي اللي اتاكدت عليها الحكومه والرئاسه، في مجالات الفنيه دايما في نقص كبير جدا. احنا عملنا يعني دراسات كثيره، وبتشوف الوظائف اللي الدوله بتجيب فيها عماله من الخارج او خبراء من الخارج. دايما في مجالات محدده، في مجالات فنيه، في الادويه، في البترول، في النسيج، في ضعف الكليات الفنية. كل آية تمام، بنلاقي دايما ان احنا بنجيب يعني ناس من الخارج، حتى مش على مستوى، خلينا بقى واقفين في الحتة دي، مش لازم يكون على مستوى مثلا الاكسبرت او الخبير الكبير، ده ممكن يكون على مستوى العمالة، واخدة بال حضرتك؟ يعني ممكن نبقى مظبوط العامل الفني، مش هقول حتى يعني اللي مخلص اللي دخل كليات والكلام ده، لا اقل من كده، ولكنه مطلوب في سوق العمل. مطلوب تمام، وكذلك في اوروبا، ما احنا في اوروبا احنا برضه من ضمن التوجيهات، احنا بنيجي نفتح يعني زي التوجيه الرئاسي كده، عاوزين نعمل جامعات جديده وجامعات تكنولوجيه، وخلي بالك احنا مركزين على الجامعات التكنولوجيه اكتر من يعني طبعا مع كل اللي هي زي ايه يا دكتور احمد، لو هنشرح للمشاهدين زي ايه؟ انه لو هنقول لهم امثله. تمام، الجامعات التكنولوجيه ده مسار جديد من التعليم، بيخرج شهادات البكالوريوس تكنولوجيا او البكالوريوس مهندس، بيتخرج في نظام 2 بلس 2، بتدي بعد سنتين بتدي اول مرحله دبلوم الفني العالي، وبعد كده 2 بلس 2 ايوه يعني سنتين ثم سنتين، سنتين ثم سنتين، صح كده؟ تمام، يعني في الوسط هو طالب مثلا يعني ما قدرش يكمل، حب ينزل سوق العمل زي ما بيحصل في الخارج في العالم كله، ويرجع ثاني يستكمل، يعني هذا النوع من التعليم يتيح ذلك، يهتم بالتعليم المهني، يعني لازم اكثر من 60% من وقته والكونتاكت اورز او ساعات التواصل عملي، يعني
عملي عملي سواء في معامل الجامعه اللي الوزاره بتحاول توفرها دايما برغم الضغوط اللي بتشوفها الدوله، او من خلال الشركاء الصناعيين. وده النموذج الملهم اللي احنا اتعلمناه من النظام الالماني من اكثر من 100 سنه او اللي موجود في كل العالم الصناعي المتقدم. ويمكن ده برضو اللي اخواتنا في وزاره التربيه والتعليم مع يعني من فتره كبيره مع تجربه الله يرحمه الدكتور مجاهد المدارس التكنولوجيه التطبيقيه اللي هي الطالب يقعد يومين في المدرسه ويومين او ثلاثه في المصنع. طيب حضرتك عندك بشرة وخبر حصري لينا في صباح البلد لاولادنا بخصوص التعليم التكنولوجي، ممكن تقوله لنا؟ طبعا يعني احنا خلال الاسبوع القادم ان شاء الله يعني هيتم توقيع مع جامعتين من الجامعات التكنولوجية يعني اسما يعني القاهرة الجديدة التكنولوجية وتكتوبر التكنولوجية إن شاء الله مع التعليم الفني الإيطالي يعني في بكالوريوس عالي في مجالي الميكاترونكس والبايوتكنولوجي والميكاترونكس في جامعة القاهرة. دول من التخصصين اللي مطلوبين دلوقتي جدا في سوق العمل، مش كده يا دكتور احمد؟ مطلوبين. ولا وانا مش بقول مش مع يعني مش مع الجهه الفنيه ده، مع وجود يعني مع الشرط كمان مع وجود الشريك الصناعي الايطالي. يعني الشريك الصناعي الايطالي هو كمان مهتم وحاضر التوقيع وان شاء الله بحضور اللي يعني المسؤولين من اي حد يقدر يقدم فيه مش كده؟ طبعا مع يعني هيتخلص بقى بعد ما تخلص بقى يعني سواء نتائج الثانويه العامه والثانويه الفنيه وبتقدمه التعليم التكنولوجي يعني الناس لما تفهم بيتيح فرص لناس كتير قوي. طبعا طبعا طبعا. طب دكتور احمد هل في معلش سؤال اخير صدق. هل في مثلا توقعات للتنسيق لهذه الجامعات الجديده اللي حضرتك قلت عليها او الاقسام الجديده؟ يعني طبعا بنحاول نستوعب اكبر كميه من الطلاب المتقدمين. احنا كنا السنه اللي فاتت وصلنا لاكثر من حوالي 11000 دخلوا. احنا عندنا دلوقتي 10 جامعات تكنولوجيه خلينا كده ما بين الحكوميه كانت بتقبل من مجموع كام يا دكتور؟ لا لا على حسب الفئة. انا عندي حاجات السنه اللي فاتت وقفت في المرحله الثانيه قفلت بعض التخصصات، وفي حاجات لا يعني من حاجه ممكن من حاجه و50 وحاجه و60 وخلي بالك هي بتقبل برضه سنه يعني الثانوي نسبه كبيره برضه من الثانوي الفني. ان احنا بنهتم ان احنا التعليم التكنولوجي بيفتح مسار لاولادنا برضه من التعليم بس الفني. بس التنسيق الثانوي العام غير الفني تماما. تمام ده حاجه وده حاجه. ماشي يا دكتور بنشكر حضرتك. دكتور احمد صباغ مستشار وزير التعليم العالي شؤون التعليم الفني والتكنولوجي، بصراحه انا نفسي المايند سيت ده يتغير العقليه بتاعت كليات القمه. بس برضه عاوزين نقول حاجه عبيده، لان يعني وانت بتتكلمي مع دكتور احمد كده فكره برضه ان دلوقتي دي امتحانات ثانويه عامه وممكن في شويه او بعض الولاد ياخدوا الموضوع باستهتار، ايه ده طب ما في كليات اهو ده سوق العمل مش عارفه ايه خلاص احنا يا دوبك بس ندخل ايه نجيب درجه النجاح. لا خلوا بالكم عشان انتوا ممكن تتحطوا في موقف ان انتوا تبقوا محتاجين تجيبوا مجموعه برضه تدخلوا بيه الكليات التكنولوجيه دي باقسام معينه. مظبوط. فالموضوع مش سهلله يعني. ايوه ذكر الثانويه عامه ده سن انتوا مسؤولين عن حياتكم اللي جايه، فنقوا الحاجه اللي هتنوروا فيها واللي هتبداوا الكارير بتاعكم فيها وان شاء الله ربنا معاكم وتنجحوا باذن الله. تعالوا بقى نروح نطمن على اسعار الذهب والعملات وبعدين نرجع نشوف اخر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. خليك معانا.
مشاهدي الكرام، ده ميعادكم بقى مع استعراض وقراءة سريعة لأهم ما نشرته الصحف والمواقع وأيضا اللي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. نبتدي بأكثر الشخصيات انتشارا على المواقع الإخبارية المصرية. هنلاقي بيجي في المركز الأول بنيامين نتنياهو بعد ما تراجع عن تصريحاته الرافضة لاقتراح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. نتنياهو قال في جلسة عامة في الكنيسة: لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع رهائننا، 120 رهينة من الأحياء والمتوفين، ونحن ملتزمون بالطرح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس بايدن. موقفنا لم يتغير. بنيجي بعد كده للرئيس عبد الفتاح السيسي على خلفية إصدار سيادة الرئيس لقانون الاستثمار في المنشآت الصحية، بعدما مجلس النواب أضاف نصوص للقانون للمساعدة في حماية العمالة المصرية بالمستشفيات، ده بالإضافة لمنع تطبيق القانون في الوحدات الصحية وطب الأسرة وعمليات البلازما. أيضا القانون لا تأثير له على التأمين الصحي الشامل. القانون يلزم المستثمرين بتقديم نفس الخدمات التي تكلف بها وزارة الصحة. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بيتابع الترتيبات الأخيرة لانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يوم السبت المقبل، ودي حاجة كل الصحف المصرية بنلاقيها النهاردة مهتمة بتغطية هذا الحدث. نيجي بعد كده لرفيق الحريري، أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أن مطار بيروت بيتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان، وده كان من خلال رده على ما نشرته صحيفة تيليجراف البريطانية بشأن تخزين حزب الله لصواريخ إيرانية في مطار رفيق الحريري الدولي. الوزير أضاف أن الحكومة اللبنانية ستحرك دعوى قضائية ضد الصحيفة. الزميل الإعلامي أحمد موسى كان امبارح ترند على مواقع السوشيال ميديا على خلفية تعليقاته اليومية في برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناتنا صدى البلد بشأن ساعات تخفيف الكهرباء في ظل بيانات متأخرة بتصدر من الحكومة. علق أحمد موسى على ما أعلنته وزارتا الكهرباء والبترول عن ساعة تخفيف الأحمال الإضافية، وقال في مناطق الكهرباء بتقطع عندها أكتر من 3 ساعات والناس كلها بتعاني ومش عايزين تخفيف أحمال خالص. وفي ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية في الفترة دي، هنلاقي ان في دول عديدة في المنطقة بتعاني منه، فده بيتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال اللي بدأت في تطبيقها من 23 يونيو بمقدار ساعة إضافية وحتى نهاية الأسبوع الحالي، وده للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها. الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلن أن التأمين الصحي الشامل هيمتد لمحافظتي السويس وأسوان بداية من السنة المالية الجديدة 2024-2025، وده هيساهم في توفير حياة مستقرة لهم وهيتكامل مع تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية. الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال جولته التفقدية لمجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة أكد على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية مع منع أي مركب من التحرك في المياه قبل توافر شروط السلامة والأمان كاملة، بالإضافة لاستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية والالتزام بالحمولة المحددة لكل مركب.
من المواقف اللي لفتت انتباهنا على السوشيال ميديا بسبب تعليقات البعض عليها بين مؤيد ومعارض هي تعليق دكتور خالد منتصر على موقف شخصي حكاه الإعلامي محمود سعد على قناته على يوتيوب. محمود سعد قال: المرة الوحيدة اللي تمنيت فيها سقوط طائرة كنت أنا على متنها، كنت رايح من المدينة لمكة وصايم وليلة 27 رمضان، يعني لسه خارج من عند سيدك النبي ورايح الكعبة، فقلت ياه لو الطيارة تقع وأموت شهيد، بس ما وقعتش. انتقد منتصر الكلام ده وعلق عليه وقال: عرفتم ثقافة الموت ووفاة 600 حاج بسبب الحر جاية من فين؟ وطبعا تحديد منتصر ل 600 حاج هو الرقم اللي اعلنته وكالة الأنباء الفرنسية بخصوص وفاة أكثر من 600 مصري خلال أداء مناسك الحج السنة دي. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور لإنشاء مبنى في أول شارع المعز لدين الله أمام جامع الحاكم، وده أثار جدل كبير جدا بين محبي الآثار والتاريخ، واعتبره الأثريون مخالف للأماكن الأثرية والتراثية. نشر موقع القاهرة 24 الإخباري أنه تواصل مع مصدر مسؤول بالآثار وقال الصورة صحيحة، وأنه تمت إزالة جميع المحل الموجودة أمام مسجد الحاكم، وأيضا تم هدم المباني خلف المحل لبناء فندق خاص. هنا بقى احنا عايزين نقف ونسأل، احنا محتاجين رد رسمي من وزارة الآثار تكشف فيه عن حقيقة هذه الصور المتداولة. نروح بقى لمقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات صدى البلد، واللي نشرته تحت عنوان برافو دكتور زاهي حواس، وقالت: أحيي الدكتور زاهي حواس العالم المصري على موقفه الواضح والحازم من قضية الأفروسنتريك، فالحضارة المصرية القديمة ستظل لغزا يبهر العالم ويجذب الكثيرين ليكونوا جزءا منها، ومؤخرا ظهرت قضية الأفروسنتريك الذين قالوا إنهم أصل الحضارة المصرية القديمة وإنهم بناة الأهرامات، ويحاولون الترويج لأفكارهم الكاذبة بأي شكل وبكل الوسائل، وآخرها حينما استطاعوا إعلان ذلك من المتحف المصري بالتحرير. لكن العالم المصري الدكتور زاهي حواس الحريص دائما على التاريخ المصري والحضارة المصرية والآثار المصرية تصدى لهم بكل حسم وحزم، وقال في برنامج على مسؤوليتي مع الزميل الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد إن هذه الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري بالتحرير ليس لها أي أساس من الصحة، وأنها مجرد تخاريف، وأن مملكة كوش حكمت مصر عام 500 قبل الميلاد، أي نهاية الحضارة الفرعونية، ولم تترك أي آثار على الحضارة، بل إن الحضارة المصرية هي التي أثرت فيهم. نروح للكاريكاتير، والكاريكاتير النهاردة من اليوم السابع بريشة أحمد خلف عن أزمات ما بعد إجازة العيد، أو بالأدق كل حاجة بنأجلها لبعد العيد بما فيها الديون. وإحنا دلوقتي بعد العيد خلاص، بعد ما صرف المواطن المصري ورتبه، لا واستلف عليه كمان. فيديو النهاردة من الساحل الشمالي، الساحل الشمالي ظهر فيه دولفين على شاطئ قرية ديمورا بالساحل الشمالي، والمصطفين قرروا يعملوا له حفلة استقبال. أتوقع أن الدولفين مخضوض منهم من اللي بيحصل حواليه، بس أنا ممكن أقول تجربة صغيرة لأن أنا بشوف الدولفين كتير، لأن أنا مش من رواد الساحل لكن من رواد منطقة تانية بتبقى فيها الدولفينز كتير. هي بتبقى فيه حفلة، بس حفلة بالصفافير، بيقعدوا يصفروا للدولفين فبيجي يلعب معاه معاهم وبيبقى سعيد جدا. تعالوا نشوف الفيديو.
مشاهدينا الكرام، 24 يونيو من كل سنة العالم كله بيحتفل باليوم الدولي للمرأة، بس مش أي مرأة، المرأة العاملة بالسلك الدبلوماسي. اليوم ده أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، وده عرفانا بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي. العمل الدبلوماسي عمل مش سهل، وإن المرأة تبقى موجودة فيه برضو شيء مش سهل، لأنه هو بيبقى سياسي بشكل كبير. إحنا بالمناسبة دي اسمحوا لنا إن إحنا ننتهز هذه الفرصة وهذه المناسبة لتسليط الضوء على المسيرة الوطنية المشرفة لسيدات مصريات على مدار نصف قرن من الزمان. أنا بيسعدني ويشرفني إن يكون معايا معالي السفيرة ميرفت التلاوي. صباح الخير ومنوراني وسعيده جدا بوجود حضرتك. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وخليني كمان ازيد على كلام رشا ان السفيره ميرفت التلاوي هي اول سيده من السلك الدبلوماسي المصري بتنال لقب ودرجه سفير ممتاز. وقد شغلت السفيره ميرفت التلاوي مناصب قياديه عديده سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي، حيث شغلت منصب الوكيل السابق للامين العام للامم المتحده والامينه التنفيذيه للاسكوا في عام 2001، وايضا الامين السابق للمجلس القومي للمراه في مصر دوت من سنه 2000 ل 2001، ورئيسا للمجلس القومي للمراه من 2011 ل 2016، وكمان مديرة منظمة المرأة العربية من 2016 ل 2018، وكمان شغلت منصب وزير التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية في الفترة من 1997 ل 1999. يعني شخصية وطنية وشخصية عظيمة، وبنفخر انك شخصية مصرية. منورانا في صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. دكتورة ميرفت ومعالي، انا مش عارفه اقول معالي السفيره، معالي الوزيره، يعني حاجات كتيره، يعني القاب حضرتك كتير. انا عايزه اتكلم على الجانب الدبلوماسي في حياه حضرتك، لانه بما ان احنا بنحتفل باليوم ده، حضرتك كنت سفيره مش سهله في اليابان، فلو حضرتك تقول لنا ازاي خدتي التجربه دي، وازاي قدرتي تنجحي في اليابان، وازاي مريتي ب يعني الأمين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ده برضو منصب ليس بالهين. تقول لنا حضرتك تجربتك في هذه الأماكن الحيوية وكمرأة، وإزاي تعاملتي معها. أولا شكرا لدعوتي أن أنا أكون معاكم في هذه المناسبة. يعني لكن الدبلوماسية زي ما حضرتك قلت ما هي سهل، وان المجتمع يقبل ان انت تبقي كامراه في هذا المجال وهذا التخصص ما كانش قبول سهل يعني. لكن اشتغلنا على نفسنا كسيدات لغايه ما قدروا يقتنعوا، والفضل للرئيس الله يرحمه حسني مبارك انه عيني انا كأول سفيرة رئيسة سفارة في الخارج سنة 87، لأن كل زملائنا الرجالة في الخارجية قالوا هتفضلوا سكرتير أول تاني تالت وزير مفوض، لكن عمركم هترأسوا بعثة. فجه الرئيس مبارك خد القرار ده، وكنت أول سفيرة تعينت رئيسة بعثة أو رئيسة سفارة في النمسا. في النمسا. ست السفيرة. النمسا لا دي واحدة. النمسا. النمسا مش سهلة برضو. أنت لو حتى. لا كمان مش فكرة مش سهلة، كونها أول سيدة مصرية ترأس سفارة. صحيح. بالخارج دي كانت يعني حسستك بمسؤولية كبيرة أكيد. هو أولا كسرت التابو اللي هو كان سايد في المجتمع انه عمركم ما هتبقوا عمركم، لان كانت دي معموله في المغرب. كان الحسن الثاني، الملك حسن الثاني، اخته كانت سفيره في الخارجيه، و
كانوا دايما في درجات اقل من انها تبقى رئيسة بعثة. فاحنا قلدنا الحكاية دي لغاية ما اتعينت انا في النمسا، اتكسر الموضوع ده. النمسا زي رشا ما بتقول ما هي سهلة، لانك بتطلعي من القاهرة بكذا تفويض، مش ورقة تفويض واحدة كسفيرة لمصر لدى دولة النمسا، انما ده واحد. اتنين، ان انت بتمثلي مصر كحاكم في مجلس حكماء الطاقة النووية، هيئة الدولية الطاقة الذرية هناك. ادي اتنين. تلاتة، اليونيدو اللي هي التنمية الصناعية. اربعة، مركز الأمم المتحدة في فيينا للشؤون الإنسانية. فبتطلعي بأربع أوراق تفويض وبتقومي بدورين، دور دولي انترناشونال مالتيلاترال دبلوماسي، ودور ثنائي اللي هو سياسة بيننا وبين دولة النمسا. فطبعا في دول غنية عاملة سفارتين، سفارة للثنائي وسفير آخر للدولي. تمام. لكن احنا كنا جامعين الاثنين مع بعض. أنا عندي سؤال عايزة أسأله لحضرتك. من يعني اللي أنا أعرفه أن الخارجية عامة لما بيبتدي يبقى سفير بيبتدي مثلا يروح دول أفريقية الأول وبعدين دول عربية، دايما بتبقى دول زي دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو اليابان أو كده، ده بيبقى بعد مراحل متأخرة. فأنت أول طلع حضرتك النمسا يعني برضو طلع على طول على طلعة قوية ده اللي عايزة أقوله. هقول لك ليه. أولا لأن لما دخلنا الخارجية كان محمود رياض هو وزير الخارجية في الوقت ده الله يرحمه، وكان رافض جدا حكاية إن الستات تدخل السلك الدبلوماسي. فقعدنا 10 سنين في القاهرة ما نخرجش بقرار من محمود رياض. أنا كنت في مكتبه، فلما خد القرار ده استأذنته إن أنا أمشي منه. قلت له ما دام أنت مش مؤمن بقضية المرأة فأنا اسمح لي إن أنا هروح عند إسماعيل فهمي في إدارة المؤتمرات الدولية. وجه تخصصي في الأمم المتحدة من الحتة دي، من الجزئية دي، لأن قعدت في إدارة المؤتمرات الدولية 10 سنين، منها خدمت في المؤتمر الإفريقي هنا لما أنشأنا الوحدة الإفريقية، عدم الانحياز اتعمل في مصر سنة 64، حقوق الإنسان والتحضير للعيد 20 لحقوق الإنسان، المؤتمرات عديدة جدا عملناها واشتغلت فيها. فده يعني عمل يصيد ان لما جه الوقت ان انا اطلع كسفيره كان اوريدي عندي حصيله نجاحات حصيله على بعضها ما تخلينيش امر بالحته اللي انت بتقول عليها ده. كان عندك من الخبره ما يكفي يعني. طيب يعني برضو حاجه على منصب برضو مش اي حد بيروح المنصب، وهو الوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للسكوا، يعني حاجتين برضو يعني كسيدة مصرية بتاخد المناصب دي، ده شرف لينا يا فندم. انت ضيفي ليها يا رشا كمان لما تعرفي ان مصر ما رشحتنيش للمناصب دي فعلا. انما السكرتير العام هو اللي طلب وقالوا له دي بتشتغل مع حرم الرئيس فلازم تكلم الرئيس عشان يسمح لك انك تاخدها. حضرتك كنت ساعتها في التضامن ولا في المجلس القومي للمرأة؟ لا كنت في المجلس القومي. فكنت في المجلس القومي للمرأة، فكانت سوزان هانم هي المسؤولة عن هذا النشاط، فقالوا له كده، فكلم الرئيس والرئيس
قال ما فيش مانع تبقى. المهم يعني بنحكي الحكاية دي عشان أقول لك يعني التعيين مواطن لمنصب كبير بيتطلب ان انت كدولة تسندي وتعملي اتصالات لغاية ما تاخد المنصب. صحيح. لكن ده جه بالعكس، جه صاحب المنصب صاحب طبعا المؤسسة هو اللي طالب ان انا اروح. فأعفى الحكومة المصرية من انها تدفع بي الى هذا المنصب. يعني ده يضاف الى الكثير. سعاد، يعني عاوزين نعرف من حضرتك كده، انت قعدتي 4 سنين ماسكة سفارة مصر في اليابان، تجربتك في اليابان يعني اكيد ما كانتش تجربة سهلة برضه. اليابان عموما العمل معاهم مش سهل بسبب اللغة أولا، وبسبب عاداتهم وتقاليدهم، لأنهم ما بياخدوش قرار إلا قرار جماعي، فلازم يرجعوا لآخرين عشان يقدروا يوصلوا يرد عليك يعني. لكن هم ناس، أنا استفدت كتير جدا من وجودي في اليابان، اتعلمت منهم حاجات كتيرة، لأن عندهم عادات وتقاليد مختلفة كثيرا، يعني مش زي الأوروبيين خالص، وعندهم الحكمة والصبر. يعني مثلا كنت رايحة أقدم هدية بعتها الحكومة المصرية بسبب الزلزال اللي حصل في اليابان، فالخارجية اليابانية بعتت لي 4 مرات تستفسر انت فعلا هتروحي، ده هناك الحتة مكسرة ومش هنقدر نفرش الكاربت الأحمر فبسأل اللي هم مش عاوزيني أروح يعني، وليه بيسألوا 4 مرات؟ قالوا دي أسلوبنا، مرة عشان تكوني فهمتي، ومرة هم يكونوا فهموا الرد، ومرة تاني تأكيد، وهكذا. زيادة تأكيد يعني. طب أنا في تاريخ على الوزيرة يعني أنا عايزة أقف عنده، المجلس القومي للمرأة. حضرتك كنت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مش هي دي القضية يعني. عزيزي المشاهد ركز في الرقم اللي هقوله، من 2011 وما أدراك ما هو 2011 ل 2016. 2011 سنة ما كانتش سهلة على مصر خالص طبعا، وما تلاها. وحضرتك عارفة المرأة مرت بإيه من بعد 2011. نعم. قوليلنا حضرتك يعني تجربتك في هذه الفترة كرئيس للمجلس القومي للمرأة، لأن العمل أكيد كنت بتلاقي صعوبات كثيرة جدا. هي كانت تجربة مريرة مريرة. أنا متأكدة يعني، أنا متأكدة. تهديدات وإشاعات ويعني حاجات غير أخلاقية حتى. الإخوان المسلمين وقتها نقدر نقول إنها كانت سنة سودة على مصر للأسف الشديد يعني، إنما الحمد لله إنها انتهت في 30/6 سنة 13، لأنه كانوا عاوزين يغيروا شخصية مصر، وكانوا بيبعتوا لي تهديدات طول الوقت. كانوا طالبين من حضرتك ايه؟ اقفل المجلس. تقفلي المجلس؟ لان المجلس بالنسبة لهم يحمل اسم عار يعني. المجلس مركز المرأة، ده المرأة دي مكانها البيت. رديتي عليهم وقتها؟ طبعا. كان ايه ردك وقتها؟ قابلت الرئيس مرسي 3 مرات. واخر مره كانت في استاد لما كان عامل الاحتفال ب 6 اكتوبر في الاستاد، وركب العربيه المفتوحه دي ولف لما جاب قتله الرئيس اللي راح للسادات. مش ده اليوم ده معانا في الصف الاول؟ ده كان يوم صعب قوي، فقررت من بعدها ان انا ما اروحش المكان ده تاني. ليه بقى؟
لأنه أولا في المرات اللي قبل كده اللي قابلته فيها لقيت أنه مش هو صاحب القرار، هو راجل بسيط يعني لكن مش هو صاحب القرار، ما بينفذ حاجة من اللي بيقولها. أمال كان بيعمل لقاءات بناءً على إيه؟ واجهة طبعا زي ما بتقول رشا كده، بدليل أن أول مرة رحت قابلته مدير مكتبه وانا نازله لازم اقف مع الصحفيين على بوديوم كده واتكلم، اقول له اتكلم في ايه؟ انا جايه العاده يعني لما نبقى مع رئيس او وزير ما بنطلعش نتكلم يعني. فكانت شو انه الرئيس بيقابل المراه وكده يعني. ف هما تعبوني جدا في نيويورك كمان، انا كنت بحضر في الجمعيه العامه للامم المتحده اجتماعات المراه، لجنه المراه بتاعه الامم المتحده، وكانت سنتها عاوزين يمشوا استراتيجيه وقف العنف ضد المراه، وكان السنه اللي قبلها فشلت الامم المتحده في اصدار الاتفاقيه بسبب ان مجموعه دول واقفه ضد هذا القرار. كان ايه ابرز الدول دي؟ نعم، ابرز الدول اللي رفضت. مصر. مصر كانت اول. فعلى هذا الاساس اتلمت بقى مجموعه دول، افغانستان على باكستان على ايران على الفاتيكان. الفاتيكان كل دول كانوا، لدرجه انا لما رحت واتكلمت في السنه اللي بعديها فبقول بتاع الفاتيكان انت معترض على المراه ليه؟ اذا كانت البوبيليشن الشعب بتاعك ما فيهوش مراه، ده كلهم رجاله. فايه اعتراضك اصلا؟ رد قوي جدا الحقيقه. فالمهم ان في السنه الثانيه بقى الأمم المتحدة مش عاوزة تفشل مرة تانية في إنها تصدر اتفاقية العنف ضد المرأة دي. فلما رحت لقيت القرضاوي من قطر بعت لي إنذار كده. ياه، من القرضاوي؟ من القرضاوي يعني. وبعد ده وصلني النهاردة، تاني يوم الصبح كان حزب الاخوان المسلمين في مصر بعت لي نفس الصيغه. بنفس الصيغه؟ بنفس الصيغه. تهديد وان ده مخالف للدين وده كلام يعني غريب جدا، لا منطق ولا دين ولا شرع ولا اي حاجه بتقول كده. فالمهم انا قلت في المؤتمر يعني انه، وكمان رحت واخده الكارت بتاعت اسم مصر من المجموعه اياها دي اللي كانت ضد الاتفاق، وحطيته في مكانه الطبيعي حسب الابجديه، لانه هم عملوا اتحاد كده ضيق اسمه العقول المتشابهه. فقلت له ايه العقول المتشابهه دي؟ الامم المتحده ما تعترفش بحاجه زي كده. في مجموعه افريقيه، مجموعه اوروبيه، مجموعه اسيويه، مجموعه لاتينيه، دي اللي تعترف بها الامم المتحده. فبالتالي ما كانوش بيلاقوا اوضه يجتمعوا فيها لانهم غير معترف بيهم. فكانوا بيروحوا يجتمعوا في سفاره مصر. كمان؟ سفاره مصر. فأنا كان عندي ضغط بقى من السفارة ومن الأخوان في القاهرة ومن كرداوي من يعني قطر. منين ولا منين؟ طب حضرتك وانت وبتحكي يعني، هو 30 يونيو كنت فين؟ احنا خلاص داخلين على الاحتفال ب 30 يونيو مع الضغوط اللي مريتي بيها دي كلها. شوفي يعني قبل 30 يوليو أنا كنت في الشارع وطلع على حاجة عالية كده في ميدان تحرير. نزلتي؟ أيوه طبعا. ووقفتي؟
بالكارت الاحمر ارحل والحاجات دي اللي احنا كنا ماسكينها كلنا دي. وبعدين كان معايا زملاء من مكتب بيطلعوني على سلالم خشب، حاجات متلويه كده، ما هياش سلالم يعني، حاجات بارتكاب لي كده بيتحط كده عشان اتكلم. والمهم وانا بتكلم ببص لتحت لقيت كل اللي قاعدين ستات. اصل رئيس المجلس القومي نازله ضد، ساعتها كانت رئيس المجلس القومي المرأة نازله ضد الرئيس وحكم الاخوان يعني في ذلك الوقت، يعني برضو حاجه مش سهله، هي مسؤوله، سيده مسؤوله في الدوله. هم كانوا يعني بعتين لي مجموعه بنات منهم منهم. انا فاكره ان هم حد بيسمع لك وتابع حضرتك. لا انت صح، اللي كانوا بيسمعوني دي حزب الكنبه نزل كله موجود، لكن الاخوان كانوا بيبعتوا لي على المجلس بنات وستات يحدفونا بالطوب ويكسروا الازاز بتاعنا. ولما قررتي تنزلي في 30 يوليو ما كنتيش خايفه؟ لا ما كنتش خايفه، لان انا بقالي اكتر من سنه ونص عماله لما جاي لها تهديد وهي في نيويورك يعني متوقعه ايه. ايوه فما هي عشان كده جاي لك تهديد ونازله بنفسك في يوم صعب زي ده برضو مش سهل. لا ما يعني هو اصل لو كل واحد خاف كانت مصر راحت، لان ده كان المطلوب، ان يغيروا شخصيتك ويغيروا يعني المستعمرين الثلاثه اللي حكموا عندنا سواء الفرنسويين او الانجليز او العثمانيين ما عرفوش يغيروا شخصيتنا. صح. فدول ولا يدونا لغتهم. يعني ده حضرتك كنت احنا على الشاشه دلوقتي انا شايفه حضرتك كنت بتلقي كلمه ومعاكي مارجريت تاتشر. يعني مارجريت تاتشر المراه الحديديه، يعني احنا معروفه كانت بالمراه الحديديه ومعانا وزيره حديديه وسفيره حديديه، واحنا يعني باللقطات دي انا يعني انا سعيده ان انا شفت حضرتك وسعيده ان سمعت حضرتك وكان ليا يعني خليني اقول يمكن دي حاجه اول مره اقولها، كان يعني ليا الشرف ان انا اشتغلت فتره مع حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ونورتينا ويا رب دايما منورانا وربنا يديك الصحه. ميرسي. شكرا لحضرتك سعاده السفيره ميرفت التلاوي، نورتينا في صباح البلد. تعالوا نروح لفاصل صغير ومن بعد الفاصل نستكمل معاكم باقي فقرات. ورجعنا لكم مرة تانية نتكلم عن صناعة الدواء. الحقيقة صناعة الدواء في مصر بتعتبر أمن قومي يا جماعة بكل المقاييس. احنا بنتكلم هنا على صناعة استراتيجية، وكمان بنتكلم على يعني أو عن مساس بصحة المواطن المصري يعني، لكن في الفترة الأخيرة كده كان في قضايا كتير من القضايا الخاصة بالدواء في مصر، أهمها طبعا الارتفاعات الكبيرة في سعر بعض الأدوية. خلينا أقول بقى ممكن نقول كتير من الأدوية في السوق المصري، مش بعض الأدوية بس، يمكن ولا بقى متوفر ولا كمان سعره مناسب ده لو توفر. ده حقيقي، مراجعات سعر الدواء كل 3 شهور، كمان قضية الأدوية المخشوشة وأدوية الأونلاين، وكمان مبادرة أو قرار نشرة الدواء الإلكترونية اللي أول مرة نسمع عنها في حياتنا بدل من الورقية، وغيرها من الأمور اللي أكيد بتمس حياة وصحة المواطن بشكل مباشر. معانا لمناقشة القضية دي دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية اللي منورنا النهاردة في صباح البلد. أهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. عاوزين نعرف في البداية كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي، ايه سبب ارتفاع اسعار الدواء بالشكل الكبير ده؟ اولا احنا الدواء سلعه استراتيجيه امن قومي ليها بعد اجتماعي. اهم حاجه ليها بعد طبعا اجتماعي. قصه البعد الاجتماعي دي بتنحصر في المريض صاحب الامراض المزمنه، ضغط وسكر. ضغط وسكر ده كل شهر بيدفع من جيبه، وهنا المواطن المصري 60 او 70% من تكاليف العلاج بيدفعها من جيبه، وبالتالي هنا بيحس بفاتوره الدواء كل شهر. ده الامراض المزمنه. فتوفير الدواء للمواطن المصري حق اصيل للمريض المصري والمواطن المصري بتكلفه مناسبه، وفي نفس الوقت بفاعليه وجوده
عاليه بدون اي مشكلة. هل فعلا وصل ارتفاع سعر الادويه لاكثر من 25%؟ بصي حضرتك، سنه 23 حجم سوق الدواء في مصر مبيعات 154 مليار جنيه. الزياده كانت متوسطها 24%. 24%. انت بدون زيادات، زياده كبيره جدا برضه، بدون زيادات سوق دواء مصر بيكبر، لان احنا عددنا بيزيد. فاحنا بنكبر من 10 الى 15% كل سنه. وبالتالي احنا اكبر سوق استثماري يقدر اي مستثمر يضخ فيه، لانه سوق بينمو نمو كويس. الجزئيه الثانيه بقى، احنا كتسعير حضرتك بتقولي 24 ده كتير يعني. يعني حضرتك تقيم النسبه دي عاليه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها. انا احنا لما نقول كتير بنقارن بتكلفه. هو الدولار من 15 70 النهارده بكام؟ ب 48. حضرتك زايد كام؟ 300%. احنا اللي اتحرك 24%. ده دي الزياده، ده عشان الشركات تستمر وتغطي تكلفتها ويبقى في دواء. لو ما فيش دواء، ما هو ما فيش مصري، ما انا جايه لك بقى. ما هو بالظبط بقى، الحاجات كمان مش متوفره. ودي سلعه لا يمكن الاستغناء عنها ولا تبديلها. لا يمكن الاستغناء عنها. في تبديل ماشي، وفي تبديل لا بس معلش، ولا حتى البدايل بقت متاحه دكتور. بص حضرتك، لا يمكن الاستغناء عنها يا ياسر. احنا النهارده في امريكا. خلاص، خشي امريكا واوروبا اطلبي دواء هيديكي. لا حلو، انت الاطباء في اوروبا وامريكا، احنا مصر هنا بنسجل الدواء وبتداول الدواء بناء على اوروبا وامريكا كجايد لاينز، في ان احنا بنمشي فماشيين احنا في افضل طريقه لتسجيل الدواء. التعامل مع الدواء احنا ما بنطبقش اوروبا وامريكا، هناك غير مسموح لازم روشته يخش. والطبيب هناك بيكتب اسم علمي. ايوه خلاص، باراستامول ده اسم علمي. في 50 شركه ما بيكتبش اسم حضرتك شركه الماده الفعاله. احنا بقى عندنا هنا في مصر ثقافه، والثقافه هنا منقسمه لشقين، وزاره الصحه والتامين الصحي والمستشفيات العسكريه وكده. الدواء موجود هناك بالاسم العلمي، والساده الزملاء الاطباء بيكتبوه باسم علمي وسليم وزي الفل ومفيش مشاكل. والاطباء لم يعترض، يروح الطبيب عيادته يجي له مندوب يزوره يكتب الاسم التجاري. مظبوط. فاحنا ثقافتنا منحصره في الاسم التجاري. احنا مزبوط. حلينا ازمه دواء الغده في مصر من 9 شهور بان المثيل المصري زيه زي الاجنبي، خلاص نفس التركيب ونفس التاثير، باقل ب 50% موجود. والناس بدات تروق تاخد المصري بعد 9 شهور، ما بتسمعيش عن مشكله دواء الغده بان المصري غطى والتكلفه اقل. فانت هنا ثقافه ان هو الدواء موجود اصل ما اخدش بديل، طب ما دي ثقافه احنا هنعمل لها ايه؟ انما احنا الصح هو ده مش موجود له مثال. دي مهمه برضو ان الساده المشاهدين يبقوا عارفينها. فكره فعلا زي ما دكتور علي قال، الفكره مش فكره انا رايحه بشتري شركه معينه، انت رايحه تشتري الماده الفعاله. بره بيكتبوا اسم الماده الفعاله، واي شركه بقى فيها الماده اللي الدكتور كاتبها في الروشته حضرتك بتصرفيها او حضرتك بتصرفها، وهو ده المهم. لكن احنا هنا عندنا فعلا ثقافه ان انا عايزه اسم الدواء ده، واول ما اسمع من الصيدلي لا خدي بديل انا بخاف. وانا واحده من الناس على فكره، الدكتور كاتب لي ده فخاف اجرب. تمام. وانا واحده من الناس على فكره بيحصل معايا الفكره دي، طالما واخده على حاجه معينه خلاص انا مش عايزه بديل. الوعي للناس بحيث ان الامور احنا كمصر او كمصريين نسهل الحياه علينا. في اوروبا وامريكا الحياه سهله. السعوديه خلاص من شهرين. تمام. خلاص وانا هناك في اشهر باراستامول موجود في مصر وكان موجود في السعوديه، مش موجود. لا الدنيا قامت ولا قعد، ومكتوب كده في الصيدليه موجود مثائل وبدائل موجود جوه السعوديه، هيئه الدواء السعوديه حطها. فالموضوع بسيط. بس انتاج الدواء حاليا هو متاثر بشكل كبير عندنا في مصر. انا بس حابب اقول لحضرتك على حاجه، في رقمين. 15301
15301 رقم هيئه الدواء المصري. تمام. 15301 ساده مشاهدي برضه اكتبوا معايا. 15301 رقم هيئه الدواء المصري. رقم تاني 166-82 166-82 اكتبوها لنا على ستراب يا جماعه، يبقى الخط الساخن صيدليات الاسعاف التابعه للشركه القبط تبع الدوله. خلاص. اي حد مش لاقي دواء بيكلمه، خصوصا حد لقى مخالفات سعر مبالغ فيه من يتصل بالرقم الاولاني. واهم من المخالفات الناس اللي بيبقوا، ممكن نقول الرقم تاني 166-82 و15 ده رقم صيدليه الاسعاف الخط الساخن. الخط الساخن. طيب دكتور، الاهم بقى من فكره المخالفات، فكره انه في ناس بتروح صيدليه الاسعاف لادويه يعني ضروريه جدا، والامراض مزمنه وامراض صعبه جدا وممكن تبقى كانسر، الناس ما بتلاقيش الدواء، الناس ما بتلاقيش المصل، الناس ما بتلاقيش، مش موجود ولا في صيدليه الاسعاف. كمان بما ان نهاد تطرقت للنقطه دي يا دكتور، حضرتك بدات بالكلام عن الامراض المزمنه، ايه الادويه كمان اللي مهمه جدا زي ما نهاد قالت اللي بتحصل على دعم من الدوله عشان تتصرف للمواطنين بسعر اقل؟ تمام. اولا هو موضوع صيدليات الشركه المصريه اللي هي صيدليات الاسعاف، دي صيدليات تابعه للدوله. الصيدليات دي هتلاقي عليها ضغط جامد وطوابير وكده جدا. خلاص. النهارده الدوله مهتمه بهذه الصيدليات، واصبح في سلسله لهذه الصيدليات على مستوى المحافظات. يعني دواء موجود في هذه الصيدليات مش هيجي من اسوان للقاهره، كانت هي عندنا واحده بس الاول. هو دلوقتي في الصعيد، في الاسكندريه، في الشرقيه، في اكتر من متواجده في المحافظات وبيتوسعوا فروع موجوده، وبالتالي هنا في القاهره في صيدليه تانية موجوده بس مش معروفه، فالشغل عليها اقل. اللي معروفه هي وسط البلد. أيوة. لانها دي اكتر الناس بتتجه عليها وبيبقى فيها نقطه الادويه. حضرتك بتقولي ادويه وتطعيمات غير موجوده في الاسعاف، حضرتك اذكري لي دواء وانا اقول لك وضعه. احنا لو فتحنا للساده المشاهدين الفرصه ان هم يبعتوا لحضرتك هتلاقي كتير حاجات لبن كل الحاجات متاحه. بصي حضرتك، عندك عندنا شقين للدواء توفيره، الادويه العاديه اللي موجوده مخزوننا في البلد ما بيقلش تحت اي صرف مذروف من 3 لـ6 شهور. ادويه بقى الاورام اللي هي الامراض اللي بقى اللي هي المصر. ايوه اللي بتتباع سوق سوداء والناس بتروح صيدليه الاسعاف ما بتلاقيهاش. انا 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 سعيد ان حضرتك اثرت موضوع السوق السوداء ده. بص حضرتك، ادويه الاورام، الانسولينات، كويس، وفي بعض ادويه الهرمون هتلاقيها موجوده في صيدليه الاسعاف. تمام. طب احنا حاطينها ليه؟ الدوله البلد حطها ليه جوه صيدليه الاسعاف حرصا على المواطن المصري؟ اكيد. ليه؟ عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه السوق السوداء، حضرتك حقنة من حقن التخسيس. خلاص. اللي بتستخدم في علاج الانسولين والناس بتسيء استخدامها، واحد عنده ثقافه بيقعد عايش على الفيسبوك، لو حد استخدمها يتعلم يشوف البتاع. انا هحكي لك قصه دلوقتي. قصه قلب العالم يعني. المهم يعني ال حضرتك الحقنه دي، المواطن ينزل يقول لك انا عايز الانسولين ده. خلاص. الحقنه دي ب 6000 جنيه بتتباع سوق سوداء ب 12 و18000 جنيه ومغشوشه. كمان. فهو علشان يحافظ عليكي بيقول لك تعالي هاتي روشتتك وهاتي الرقم القومي وهاتي لي تحليل سكر يقول ان انت عندك سكر مفيش غلط وتعالى خدها. كون ان انا عندي صيدليه الاسعاف هنا في وسط البلد زحمه، في صيدليه الاسعاف في الاماريه، في السواح، في شركه الجمهوريه الادويه التابعه بتاعنا فيها نفس المنتج ونفس القصه، والخط الساخن هيقول له اللي هو 166 هيسهل له. خلاص. الجزئيه بقى بتاعت الغش خلاص، الغش والتداول. حضرتك بتتكلمي على ادويه التخسيس. منظمه الصحه العالميه من اسبوع طلعت تحذير، اوروبا وامريكا، انجلترا بالتحديد وامريكا عندهم حقن بتتباع اونلاين للتخسيس انسولين مغشوشه.
طيب اخيرا عشان وقت فقرتنا، الادويه الاونلاين والنشرات الالكترونيه اللي هي النشره ما بقتش ورقيه، الناس تثق ازاي وتتاكد ازاي من جوده المنتج الدواء؟ هو جوده المنتج او انه صح انه مظبوط الدواء المنتج او الدواء خلاص بينزل بينزل بجودة، مفيش دواء بينزل نص نص، هيئة الدواء لن تسمح بالنزول. احنا بقى الناس المواطن اللي عايز يعرف موضوع أدوية الأونلاين احنا بنحذر من إن الناس تشتري أي دواء من الأونلاين، الدواء بيتم شراؤه من الصيدلية المرخصة مكان مراقب وكده، خلاص؟ النشرة هي نشرة للسادة الأطباء والصيادلة. مش للمواطن العادي. اللي في نشره ثانيه هتنزل. الحقيقه موضوع شيق جدا والموضوع مش هيتقفل كده في حلقه ولا اثنين، احنا عاوزين حضرتك معانا مره ثانيه. دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه في مصر، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا ونورتنا في صباح البلد. نطلع فاصل. نطلع فاصل نرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا، نتكلم كوره بعد الفاصل. وصلنا لاخر فقره في حلقتنا النهارده، هنخش في موضوع على طول عشان وقتنا. النهارده كل عشاء الساحره المستديره كانوا في انتظار لقاء القمه المرتقب بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك ضمن منافسات الجوله 27 من الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهره النهارده الساعه 7 مساء، لكن الزمالك حسم الامر بتمسكه بقراره بعدم اللعب واصراره على مطالبه اللي بيراها مشروع قوي. فعلا مباراة مهمة لكل عشاق الكرة بيستنوها، مش بس في مصر، في كل الوطن العربي بيبقى مستني المباراة دي. عشان كده بنتمنى المشكلة دي تنتهي وتحصل بقى انفراجة في موقف نادي الزمالك. يعني من المباراة هنتكلم النهاردة عن انعكاسات هذه المباراة على الدوري، سواء بقى لعبت أو ما لعبتش، وموقف الزمالك وتوقعاتكم، كل ده هنتناقش فيه مع ضيفنا اللي منورني في الاستوديو، إسلام محمد الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا إسلام. صباح الفل يا مبارك عليك. صباح الفل يا عبيدة، منورين ومستمتع بيكم الحقيقة. زي ما قلت لكم من يومين، انا كل يوم بصحى الصبح عشان اتابع البرنامج الحقيقي. مبسوط ان انا موجود معاكم ومبسوط ان انا موجود في برنامجكم. نشكرك يا اسلام. خلينا رايك في الازمه على طول عشان هي ازمه من لا شيء، يعني الحقيقه احنا مش كده؟ طبعا احنا صناع في موضوع الازمات، يعني خليني اقول لك ان احنا ممكن ناخد رقم واحد في موضوع الازمات، احنا اللي بنصدرها عندنا أصلاً. موهبه. انا اعترض اذا انا موجود. الحقيقة يعني انت فاهماني، عايز اقول لك الفترة الأخيرة أنا مش عارف الزمالك بيعترض على إيه، وحق مشروع ليه إن هو يعترض، ولكن خد الإجراءات اللي أنت عايز تاخدها، امشي في الطرق المشروعة اللي أنت عايزها، لكن العب. يعني ماذا لو الزمالك لعب المباراة اللي جاية أمام سيراميكا كليوباترا؟ يعني تخيلي أنت موقف جمهور الزمالك من مجلس إدارته لو الزمالك شارك المباراة اللي جاية. بص يا عبيدة أقول لك على حاجة، تخيل انت في اخر 4 سنين الزمالك بينسحب 3 مرات من امام النادي الاهلي، المره الاولى ساعه تعطل الاتوبيس على كوبري اكتوبر زي ما الواقعه الشهيره، المره الثانيه مباراه السوبر، واخيرا المباراه اللي هي بالامس. فاعتقد اخر 4 سنين لك ان تتخيل، انا بقول لك بس اخر 4 سنين، يعني من 2020 ل 2024 الزمالك بينسحب 3 مرات من امام النادي الاهلي، وده اعتقد يعني رقم كبير، يعني ان مباراه بحجم وقيمه القمه ما بين الاهلي والزمالك يبقى فيها انسحاب 3 مرات للقطب الثاني في الكره المصريه اللي هو نادي الزمالك، مع اختلاف طبعا الارقام ما بين الاهلي والزمالك في حجم بطولات النادي الاهلي في الدوري وحجم بطولات النادي الزمالك، مع يعني مع فارق الارقام الكبيره، ولكن لا اعتقد موقف لا يحصد عليه مجلس اداره. طيب البعض شايف انه ده ليه علاقه بهزيمه المصري، والبعض شايف ان مطالبهم مشروعه ولكن الوقت هو اللي ما كانش مناسب. طيب هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم في موضوع ازمه المصري سريعا كده في عجاله عشان وقتنا. اولا الموضوع خلاص راح للجنه الانضباط برمته، يعني العقوبات، يعني ما كانش في عقوبات هتتم قبل مباراه القمه، ولكن السؤال برضو اللي انا عايز اساله لمجلس اداره نادي الزمالك، الزمالك لعب له مباراه فاركو مع ان المباراه جت بعد مباراه المصري تقريبا على طول، يعني مثلاً. ليه الزمالك لعب مباراه فاركو وما لعبش مباراه الاهلي؟ انت بتصدر ازمه لمين؟ هي دي المشكله. احنا لما بنيجي نتكلم احنا ما بنتكلمش عن اهلي وزمالك في مصر هنا بس او في افريقيا، خلي بالك المباراه كقيمه كمان، قيمه التسويقيه
المباراه الديربي. خلي بالك الاهلي والزمالك كان مصنف من ضمن اقوى 10 ديربيات على مستوى العالم في يوم من الايام، حتى لو تراجع بعض الشيء في الوقت الحالي، ولكن خلينا برضه نشير اسلام ان الاهلي هو مش طرف لا من قريب ولا من بعيد الازمه. الاهلي مش طرف في الازمه يا نهاد، ولكن انا لما باجي اتكلم عن حجم وقيمه اداره الناديين، يعني لما تيجي تتكلمي طبعا وبتحطي الاهلي وزمالك يا جماعه قيمه المباراه نفسها، انا كنت في احد القنوات بالامس فبتكلم عن قيمه المباراه، القيمه التسويقيه للمباراه يا عبيده، الشغل الشاغل للشارع الكروي مش في مصر زي ما قلت لك بس، لا ده في الوطن العربي، الناس بتستنى المباراه دي من السنه للسنه، فصعب قوي نشوف موقف زي ده. اسلام معلش عشان وقت فقرتنا بيخلص بسرعه جدا زي ما عبيده قالت، حلقتنا كلها بتخلص، لكن عايز اعرف بقى لو استمر الزمالك بقى على موقفه وما كملش الدوري في عقوبات هتقوم عليه على نادي الزمالك؟ خلي بالك إيه؟ كل مباراه الزمالك لم يذهب فيها الى المباراه بيتم خصم 3 نقاط، وفي نهايه المباراه يعني الزمالك كده ممكن يجي اخر الموسم تلغى نتائجه كلها يعني ما تلاقيش، وبينزل كمان للدرجات الادنى، يعني لو جينا بصينا في الماده 50 تحديدا والماده 51 وده احنا اتكلمنا عليه على فكره من يومين، لا الموضوع هيبقى شائك جدا ممكن توصل ان هو ما يكملش الدوري. خلي بالك ده انا بتكلم في كده، شكله كده صح، وعشان كده انا بقول لك مجلس اداره نادي الزمالك حط نفسه في مأزق حتى مع جمهوره نفسه. طيب ليه لو لعب امبارح مع اجتماع الوزير مع كابتن حسين لبيب امبارح ما حدش لم يسمر عن اي شيء؟ لان طلبات الزمالك اللي هو طلبها انت خلاص طلبت طلبات، ولكن لابد انك انت تنتظر حتى تتم العقوبات زي ما انت بتتكلم، او حتى يتم استبعاد بعض الاشخاص اللي احنا مش عايزين نقول اسامي هنا، وبعد كده كمل مبارياتك. انت بتلعب مباراه اهلي وزمالك، وليه صدرت الازمه دي تحديدا في مباراه الاهلي؟ هو ده الموقف اللي احنا بنتكلم فيه، على مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يتروق جيدا ويبص للمشهد العام، ويبص اولا لمصلحه مصر، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا الدوري كله بيتلعب يا عبيده ويا نهاد عشان منتخبنا الوطني في الاول وفي الاخر، فصعب جدا دوري زي اوروبا والدوريات العربيه اللي بقت من غير يعني فرق قويه منافسه حلوه وجمهور مستمتع. عبيده انا عايز اقول لك انا مش هتكلم في اوروبا، انا عايز اقول لك ان في عندنا السلاسه اللي اتكلمت فيها والله العظيم يا لو ياخدوا بكلامها بقى انت تكوني احنا سمعنا بقى. لا استنى عشان احنا هنقول لعبيده دلوقتي تروح لتشكيل لجنه محايده، ايه بقى حقيقه تشكيل لجنه محايده عشان لو في لازم تشترك فيها عبيده بالنسبه للتشكيل لجنه محايده لجنه محايده لحل ازمه الزمالك لجنه حكماء بقى زي خلينا نقول هي بتبقى لجنه حكماء، ولكن هل من خلال معلوماتي انا لم يحدث على الاطلاق مجلس اداره نادي الزمالك لغايه بالامس اللي انا عايز اقوله، عشان بس في بعض الناس طلعت اتكلمت في حاجات تانية خالص. طبعا من امبارح قلنا اجتماع سري لو تفتكري في المداخله اللي احنا عملناها من يومين، وقد كان بالفعل وحدث في حاجة وحدث وما حصلش في اي حاجه، بعديها الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الرياضه برضو قعد ولم يحدث اي شيء، ولكن المفاجاه ان في بعض اعضاء من مجلس اداره نادي الزمالك بالامس تحديدا كانوا ما عندهمش اي مشكله ان هم يلعبوا، ولكن العدد الاغلب خليني اقول لك الاغلبيه بالاغلبيه كانت رافضه، وتحديدا مين تحديداً خمس اسماء كانوا خمس اسماء عشان نختم. خلصت حلقتنا. لا هيقولها الخمس اسماء بسرعه يا اسلام. حسين لبيب كان عنده ان هو ما فيش اي مشكله رافض. خلي بالك ان هو يرفض، ولكن الناحيه الثانيه لو شفت برضه جابها قويه كان يقودها المسؤول عن ملف الكوره اللي هو احمد سليمان، ان هو ما كانش عنده مشكله، وخلي بالك الفتره الاخيره ما بقاش يطلع قول الاسامي بس عشان لازم اختم. احمد سليمان تمام، حسين لبيب، هشام نصر، ايوه مع زي مع يعني مع حفظ حفظ الالقاب، وفي اثنين بالمناسبه في اثنين ما راحوش الاجتماع وما حضروش. هنكمل معاك في فقرات تانية كتير، بنشكر حضرتك اسلام محمد الناقد الرياضي، استمتعنا جدا بلقائنا معاك، خلصت حلقتنا بسرعه. شكرا ليك يا نهاد، وانا مبسوط على وجودك معانا ومشكورك على انك موجود في صدى البلد. شكرا ليك، خلصت حلقتنا بسرعه جدا، ولكن هنشوفكم بكره في نفس الميعاد من 8 ل 10. يلا باي باي باي.